الأسود ملوك الغابة بلا منازع. يعتقد الكثيرون أنه لا توجد أفعى الأناكوندا في أفريقيا، لكن هذا الاعتقاد خاطئ تماماً. إنه الثعبان الصخري الأفريقي شبيه الأناكوندا، فماذا لو التقت هذه الأفعى العملاقة مع الأسد ملك الغابة؟ هذا ما سنراه في هذا المقطع. قبل أن نبدأ، ادعمنا بالإعجاب والاشتراك بالقناة، فهذا أكبر دعم تقدمونه لنا. هيا بنا. على سبيل المثال، في هذا المشهد التقى نمر اللايبورد الخطير بالأفعى الصخرية الأفريقية العملاقة. هذا النمر المرقط من أشرس وأذكى الحيوانات في أفريقيا. هذه الأفعى ليست ضعيفة بتاتا، بل هي قوية بشكل كبير. قوتها تكمن في عصر الفريسة، وهنا يراوغ النمر المرقط، وهنا يهجم بقوته على الفريسة من رقبتها بكل سهولة، حتى تكون وجبة لذيذة تليق بمقام هذا النمر. كما قلنا سابقا أصدقائي أن هذه الأفعى قوتها تكمن في عصر الفريسة كما تفعل مع هذا القرد، لكن هنا تدخل الضباع لأخذ وجبة هذه الأفعى، ومن ثم تهرب الأفعى مسرعة حتى لا تكون وجبة لذيذة للضباع. في مشهد آخر التفت على غرير العسل وكانت ستقوم بعصره وأكله، لكن هنا يتدخل ابن آوى، ليس لإنقاذ غرير العسل بل لصيد الأفعى العملاقة حتى تكون وجبة شهية، ومن ثم تمكن الغرير من الهروب والصراع مع ابن آوى والفوز والانتقام من هذه الأفعى الفتاكة، وأخيرا كانت طعاما شهيا لغرير العسل. في مشهدنا الأخير، الأسد ملك الغابة ضد الأفعى الصخرية ملكة أفاعي أفريقيا. الأسد يتهاوش في صمت ضد الأفعى العملاقة. هنا تحاول الأفعى فرض قوتها والالتفاف على الأسد، لكن الأسد يحاول الفرار من عضلات هذه الأفعى العملاقة وينجح في الأخير بالهروب. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس والإعجاب والمشاركة لنستمر في تقديم المزيد من المقاطع. شكرا لكم جزيل الشكر.